الحقيقة شهدنا خبرات دول اجتمعت في هذا اليوم وأوراق قيمة طرحت، نسأل الله أن تكون لها فائدة وحماية لمجتمعاتنا وأبنائنا. في المستقبل القريب العاجل نطمح بأن نرى مستقبل مشرق بالتعاون مع الدول العربية، كما نشكر شرطة دبي على تنظيم هذا الملتقى ودعوة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وعلى تنظيم هذا الملتقى الهادف بمشيئة الله.